السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بخير ورمضان كريم. النهاردة بقى هنتكلم عن حاجة مهمة جدا، حاجة قلب النت وقلب الجروبات بتاعت الفيسبوك بقالها يومين. ناس جابت صور لشيري تيجو 7 برو ونزلتها وقالت يا جماعة البرو وصلت مصر، اتفرجوا عليها. بما ان اللي حصل ده كده قلب الدنيا وناس كتير زعلت وناس كتير فرحت وناس قالت بقى محدش يشتري القديمه، ده البرو نزلت وكلام كتير قوي حصل، فحبينا ان احنا نعمل فيديو نلم فيه القصه ونلم فيه الموضوع. حاولت اتواصل مع كذا حد من حبايبنا اللي شغالين في التوكيل، محدش عنده معلومات عن الموضوع، لكن اخيرا حد قال لي ان فعلا العربيه دي موجوده، ولكن هي العربيه جايه كتجربه لسه، مش نزلت ونزلت في السوق، هي العربيه جايه كتجربه لسه هتتجرب وشوفوا رأيهم فيا. وفي حد تاني قال لي وهو ثقة برضه، لا ان العربيات فعلا نزلت ووصلت المينا كمان البرو وهتبتدي تنتشر الفترة الجاية وغبور هيعلن الكلام ده. وانا مع الرأي ده ان فعلا العربيات موجودة وغبور فعلا بقاله فترة بيجهز للعربية دي. فبما ان العربية دي خلاص داخلة مصر ووصلت مصر والراجل حبيبي قال لي هتبقى في رينج من كام لكام، فحبينا ان احنا النهارده نعمل اول مراجعه تفصيليه لتيجو 7 برو، لان البراند ده بيهم ناس كتير جدا. العربيات بتاعت التيجو دي بتهم ناس كتير جدا، الناس اللي بتحب الاس يو في وعاشقين الاس يو في وانا منهم طبعا، بيستنوا اي عربيه من العربيات دي. كنا قبل كده عملت لكم مراجعه لتيجو 7 اللي هيظهر قدامكم في الاي اللي هيظهر فوق ده، وقلت لكم كمان عن اهم العيوب الوهميه اللي الناس مطلعه عليها وان كل دي اشاعات وانها حاجات بسيطة جدا. وقبلها كنت عملت لكم المراجعة للوحش الصيني العملاق تيجو 8 ويظهر في الاي اللي يظهر فوق دلوقتي ده، ومراجعة كويسة جدا للناس اللي عايزة تجيب التيجو 8. النهاردة بقى المراجعة بتاعت النهاردة عشان ما تقولش عليك هتكون لتيجو 7 برو. شرح العربية، اتفرج عليها من الخارج ومن الداخل، اوبشن، امكانيات، ونقول كمان السعر المتوقع باذن الله. كل ده هنلاقيه في الفيديو بتاع النهاردة. بس قبل ما ابدا الحلقة بتاعت النهاردة بتمنى من حضرتك طبعا فضلا وليس امرا انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بقى مش عايز اطول عليك، يلا بينا نبدا. دايما اول حاجه بحب اتكلم عليها في مراجعاتي هو الشكل الامامي للسياره. عايز اقول لك ان تيجو 7 برو هي تصميم عصري، افضل تصميم حتى الان نزل في كل اصدارات شيري تيجو على الاطلاق. تيجو 7 برو بتتمتع بشكل امامي عصري جدا جدا جدا، شكل رياضي، شكل سبور، يديك احساس بالقوه، يديك احساس بالضخامه، بالعصريه، حاجه متطوره جدا. زي ما احنا شايفين شبكه هي الاروع على الاطلاق، يعني في كل اصدارات تيجو الشبكه دي شايفها شبكه جميله جدا، واخده تصميم ممتاز، علامه شيري في النص مديه شكل جمالي جدا مع الشبكه النيكل كروم، فكله بيديك في الاخر شكل نيكل كروم تحفه في رايي. الكشافات اللي على اليمين وعلى الشمال اللي هي واخده زي الرمش كده مسحوبه بشكل عصري وجميل، بالكشافات بقى الكبيره قوي المبهرجه واللي عامله واللي مسويه، وكشاف اللي بيبقى واخد نص شكل العربيه من قدام، لا العربيه من قدام كلها واخده شكل الشبكه، اما الكشافات واخده جزء بسيط من العربيه بس بيديها شكل محترم. والاعتماد في الشكل الكلي في الكشافات بيكون على الكشافات الشبوره اللي تحت، مديه اضاءات يقال ان هي ليد في كل كشافاتها، هتديك شكل جمالي امامي محترم جدا. شكل الامامي للعربيه زي ما احنا شايفين حاجه ممتازه جدا، فوانيس ليد زي ما احنا شايفين بتدي ليد اصفر كده، يعني شكل عصري زي ما حضرتك عايز تتكلم عليه اتكلم، هو حاجة محترمة جدا. كمان الشكل الجانبي للسيارة هو شكل عصري متناسق مع كل الأشكال اللي بقت تنزل السوق. كل اللي موجود دلوقتي في السيارات الاس يو في لازم يكون السحبة الجانبية بتاعتها متميزة. الجنط اللي هيديك قوة، هيديك ارتفاع عن الأرض محترم، هيديك كل حاجة حضرتك مستنيها من العربية. لو اتكلمنا عن الشكل الخلفي للسيارة، أنا شايف إن تيجو 7 برو شكلها الخلفي تصميم جميل جدا، وإن كان قريب من التيجو 8 في الشكل الخلفي، ولكن تصميمها
الشكل كده اللي عامل زي هيونداي توسان، اللي عارف التوسان، الكشافات بتاعتها الخلفية برضو واخدة من اليمين للشمال بجنب الشنطة كله، فهي قريبة. وليكن وإن كانت التوسان العلامة بتاعتها في الإزاز فوق عند المساح، أما التيجو جت في النص، لو كانت رفعت فوق عند المساحات زي التوسان وكمل الكشاف كله من اليمين للشمال، في رأيي كان هيبقى أشيك وأفضل. ولكن شكل خلفي بالسبويلر اللي فوق بالشكل بتاع الكشافات مديها شكل خلفي متميز برضه. لو دخلنا بقى جوه العربية عشان نشوف الشكل الداخلي للسيارة، عايز أقولك إن أنت هتلاقي حضرتك قدام لوحة مرسومة من الجمال والشياكة للسيارة، ما سابتلكش حاجة تتكلم عنها، مش موجودة. جميع الاوبشن اللي حضرتك مستنيه في اي عربية موجود قدامك. الشكل الداخلي اديله 10/10، شكل محترم، شكل ممتاز، ناس كتير جدا بتدور عليه في العربيات الايام دي. لو بصينا للطارة زي ما احنا شايفين، هنلاقي ان الطارة فيها المالتي زي ما انا بحبه دايما في قلب الطارة عشان يخليني مركز. لو بصينا على اليمين هنلاقي المالتي في الطارة بتاع التحكم في الشاشة والتحكم في الكاسيت، فتح المكالمة، قفل المكالمة، تعلي، توطي، تعمل سايلنت، غير المود، وكمان الزراير الأوامر الصوتية. أما بقى على الناحية الشمال هنلاقي طبعا مثبت السرعة الذكي بتاع العربية بيكون في ناحية إيديك الشمال عشان يديك التحكم يكون أسهل. أما بقى لو هنتكلم على الفتيس، فحضرتك ركز معايا جدا عشان الفتيس بتاع المرة دي بقى تيجو طلعت لنا فتيس جديد كليا. الناس كتير جدا زي ما احنا عارفين بتخاف من فتيسات الدوال كلاتش، يقعد يقول لك بتجيب كليتشات وابعد عنها وبلاش ومش عارف ايه، مع ان محدش جرب بس دايما الناس بتخاف من النقطه دي. المره دي بقى تيجو عملت لنا فتيس جديد كليا، هو فتيس مطور عن الفتيس اللي كان بينزل قبل كده. لاول مره هيكون فتيس 9 نقلات. يعني ايه 9 نقلات؟ الفتيس بيديك 9 نقلات متوصلين مع بعض. ناس بتقول ان في نقلات وهمية ومش حقيقية، ولكن انا بقول لك ان الفتيس ده الكفاءة بتاعته عليت جدا، وصلت لنسبة كفاءة 92.5%، فده بيؤدي ان هو بيوفر معاك في البنزين. فهنشوف هل الفتيس الجديد ده فعلا هيوفر معانا في البنزين ولا هيكون زي الفتيسات اللي قبله وفي مشاكل. في رأيي ان هو ان شاء الله مش هيقدم مشاكل، وده اللي هنعرفه الفترة الجاية من العربية تنزل السوق. خليني بقى اخدك لنقطة تانية شايفها جميلة جدا في العربية وجديدة، نقطة التكييف. عربية شيري تيجو 7 برو طلعت لنا تكييف بشاشة وسطية في قلب قدام كده قدام الفتيس، قريبة جدا من شاشة التوسان الجديدة، الشاشة الخاصة بالتكييف بس، شاشة بكرتين شيك جدا بأوامر تاتش في قلب التكييف. يعني التكييف بقى منعزل عن العربية خالص، بقى في شاشة لوحده بزراير لوحده بشاشة تاتش كده جميلة، تظبط منها التكييف الأوتو ودرجات الحرارة، فبديها شكل عصري جدا بتنافس فيه الشكل بتاع التوسان اللي كلنا عارفينه. كمان هنلاقي في الفتيس كمان ان الدرايف مود، الدرايف مود اضاف له زراير في الفتيس بتغير بيه المود في وانت سايق، بتغير طريقة القيادة بتاعتك. كمان مرتبط بالشاشة الوسطية للعدادات اللي هي جاية شاشة محترمة جدا، برضو قريبة من شاشة هيونداي توسان، قريبة من الشاشة بتاعة التيجو 8، اللي من خلال الشاشة دي من خلال الزرار بتاع الدرايف مود تقدر تغير المود بتاع السواقة، سواء عادي، سواء ايزي، سواء نورمان، سواء سبورت، كل حاجة هتقدر تتحكم فيها من الزراير بتاعة العربية. أما لو هنتكلم عن الشاشة الوسطية للسيارة، فالعربية الحقيقة المرة دي جاية بشاشة وسطية في رأيي أفضل كتير جدا من التيجو 7 القديمة اللي موجودة في مصر. لأن أنا في الريفيو اللي حضرتك شفته بتاع التيجو 7 كانت العيب الوحيد اللي شايفها في العربية شكل الشاشة، كانت شاشة وسطية منحنية كده للخارج واخدة ميل، كانت الشمس بتضرب فيها وما كانتش في مكان عاطفي، وكنت بتمنى ان هي تبقى شاشة زي العربيات زي الجاك S3 و S4. فعلا تيجو 7 برو نزلت بقى شاشة نفس الشاشة اللي موجودة في العربية الجاك، اللي انا شايفها ان بالطريقة دي اشيك واجمل بكتير. الشاشة بتاعت العربية النهاردة تقدر تتحكم فيها في كاميرا 360، النهاردة العربية نازلة بكاميرا خلفية وكاميرات في المرايات وكاميرا 360، يعني كل الاوبشن هتقدر تتحكم فيه من خلال الشاشة الوسطية للعربية. كمان العربية طبعا جاية بفتحة سقف بانوراما، ويقال ان الفئة الاولى هتكون من غير فتحة سقف. لو هنتكلم بقى على المساحات الخلفية للعربية، فهي مساحات كويسة جدا جدا جدا، زي ما احنا شايفين الصورة اللي قدامنا دي جايبة من موقع اجنبي،
اتنين قاعدين قدام واتنين قاعدين ورا مرتاحين، وفي النص يجي واحد تالت، حتى ما بين رجليه وما بين الكرسي اللي قدام فيه مساحة كويسة، فالعربية هتديك مساحات خلفية. معروف ان الشيري تيجو مساحتها الخلفية متميزة، وكمان في فتحة تكييف خلفية، ده اللي هيخلي الكابينة تتبرد في اسرع وقت ممكن. اما لو هنتكلم عن شنطة السيارة، فالعربية بتاعت النهاردة جاية بشنطة 414 لتر، اللي انا في رايي ان ده على الورق، ولكن بقول دايما ان الشنطه بتاعت التيجو 7 والتيجو 7 برو انا بديها حوالي 500 لتر مش 414، بسبب مساحتها الكبيره، وبسبب كمان ان انت تقدر تكمل على الشنطه وتعلى فوق اعلى من مستوى الشنطه، لان هي كلها مفتوحه على بعض، فده بيديك مساحات اكبر. انا معايا عربيه اس يو في برضه نفس الشكل، فبيديني مساحات اكبر في التخزين. خليني بقى شويه كده احب اكلمك عن الامام في العربيه. العربية بتاعت النهاردة نازلة باربعة ايرباج، اربعة ايرباج، فرامل اي بي اس، اي بي دي، اي اس بي، برنامج صعود المنحدرات والمرتفعات، وبرنامج النزول من المنحدرات. العربية جاية طبعا بحساسات ركن امامية وخلفية، ونظام منع الاصطدام الامامي، ومراقبة ضغط الاطارات، وكمان زي ما قلنا الكاميرا 360. العربية جاية بفرامل كهرباء واوتو هولد ودرايف مود، كل حاجه زي ما انا قلت موجوده في العربيه، ونظام الترفيه في العربيه كمان يعني مساعدك على كل حاجه انت تخيلها. اما بقى في النهايه احب اكلمك عن حاجتين مهمين، العفشه والموتور. العفشه في العربيه دي يعني يقال ان هي عفشه جديده كليا، عفشه اماميه مطوره ماكفيرسون اماميه، وكمان العفشه الخلفيه بتكون مالتي لينك، ده اللي بيخلوه، وبالناس بتقول الناس اللي جابت العربيه بره بيقولوا ان هي بقت انعم كتير جدا في العفش، وده بيديها ثبات جيد جدا في المناورات. اما موتور العربيه هو الموتور الشبيه بالتيجو 7، الموتور ال 1500 سي سي تيربو، الموتور اللي بيطلع 210 نيوتن، وعزم اقصى للدوران من 1750 ل 4500 لفه في الدقيقه، يعني الموتور اشبه بالتيجو 7، مش هيكون فيه كلام كتير. ولكن اجمالا العربيه انا شايفها لو نزلت بالسعر اللي هقوله لك في الاخر هي هتبقى كويسه جدا، هتقدر ان هي تنافس عربيات كتير في السوق المصري الفتره الجايه، لان البراند ده براند كويس جدا، واهم حاجه ان التوكيل يدعمه بقطع الغيار واسعار الصيانات. في النهايه زي ما شفنا الريفيو بتاع النهارده للتيجو 7 برو، طبعا انت مستني السعر، السعر اللي حبيبي قاله لي هو رينج ان العربيه هتنزل بفئتين. الفئة الأولى متوقع هتكون من 310 ل 340، والفئة الثانية هتكون من 340 ل 365 ألف جنيه. يا ترى الكلام ده بجد ولا إشاعات؟ ده اللي هنعرفه خلال أسبوع أو أسبوعين بالكتير إن شاء الله. جمعنا الله وإياكم في جنة عرضها كعرض السماوات والأرض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.